أنت أحيانا تضر صحتك الإنجابية بشكل قد يكون قاسي للغاية. طبيب أمراض نساء في عيادته وهتعمل حقن مجهري وتسأله السؤال، أنت محتاج الزوج في حاجة؟ لا 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 لا، هو كده كده يوم العملية هناخد منه العينة. ده ما اسموش حقن مجهري، ده اسمه أي حاجة غير حقن مجهري. من 9 فبراير 2020 في مراكز رياض الخصوبة والصحة الإيجابية لغينا التسقيم، لأن ليس له أي دور في نجاح حمل الحالة بتاع تكيس المبايض، بالعكس قد يكون مؤذي ليها. الدكتور الشاطر عامل زي المخبر السري الشاطر أو زي المحقق، لازم يتوقع أشياء في طيات الجريمة. معظم حالات بطانة رحم مهاجرة اللي هي عاملة تأخر حمل، البقع والرقع بالذات، ما فيهاش أعراض. للوهلة الأولانية بيبان لي إن اللي يفوت مشكلة في الرحم ما يشخصهاش تأخر إنجاب يبقى بيهرج. أكتر حالات بتنجح فيها الحقن المجهري مشاكل الأنابيب وحالات الزوج، الاتنين دول الأنابيب تحديداً بالذات أكتر بيكون نسب نجاح الحقن المجهري فيها أعلى. سياستنا في مراكز رياض الخصوبة والصحة الإنجابية، اوعى ننسى الرحم. معرفة أسباب الفشل ومحاولة رفع نسب النجاح هي هدف كل المنظومات العلمية. خليكوا دايما معنا. الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بكم. الحقيقة أنا استكمالا للقاء السابق، لقاء مهم جدا، لأنه أنا خدت بالي كمان من حاجة، من كتر ما الأشياء مهمة الدراما والسينما بتاخد الأشياء دي وتتكلم فيها. يعني في فيلم أنا شفته اسمه بشتري راجل، فيلم بتاع الأستاذة نيلي كريم وفيلم وأستاذ محمد ممدوح وأستاذ لطفي لبيب وناس تانية، كان بيتكلم على حاجة مهمة جدا في الست اللي كان بيقوم بدور الدكتور الأستاذ لطفي لبيب، وهو من أفضل الناس من أيام النوم في العسل بيقوم بدور الدكتور، راجل مثقف جدا علميا ونجم كبير جدا. قال لها انت عندك مشكله، انت سنك بدا يقرب من 40، وانا عملت لك تحديد مخزون المبيض، نص السيناريو اللي كتبه فاهم قوي ومش مبشر ومش مطمني ومش كويس، فانت لازم نشوف حل للموضوع ده. السيناريو لغايه هنا حلو قوي قوي. طبعا بعد كده بقى هي اتصرفت ازاي، دي قصه كوميديه في الفيلم، لكن انا بتكلم على انه الدراما واخد بالها من انتشار هذا الامر، انخفاض مخزون المبيض أمواجه ستات، وخصوصا الظروف الاجتماعية، ان الست بتتجوز متأخر ظروفها كده، مخزون المبيض أمر مهم جدا، وتحت عنوان يتقال لها الدنيا كويسة لكن مخزون المبيض يفاجئنا بأن الدنيا مش كويسة في التبويض. هو ده الجزء الثاني في حوارنا مع القيمة العلمية الكبيرة والاسم القدير في عالم الإخصاب المساعد والحقن المجهري، اللي بسعد وبفتخر بوجوده معنا دائما، الأستاذ دكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، والأستاذ بكل الطب جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بك. أهلا بك دكتور أيمن. الإثارة تتصاعد. طبعا أكيد. في الموقف اللي إحنا قلناه الحلقة اللي فاتت، الحالة اللي كان زوجة مستني ان حمل ان هو يحصل، سواء كانت حملت قبل كده وولدت ومعاها طفل او اكتر وعاوزه تحمل تاني، او واحده ما حملتش خالص ومستني الحمل ان هو يحصل سواء دي او دي، وكشفت في مكان واثنين وثلاثه كمان واتقال لها عندك التبويض كويس، وللاسف التبويض ما طلعش كويس، وكنا سوداويين شويه في وصف الموقف ده، لان هو فعلا كان الموقف سوداوي يستحق الظلمه ديت.
اللي هو ايه؟ ظلمة نقص مخزون المبيض، عدد البيضات اللي عند حضرتك قليلة، عدد البيضات اللي عند حضرتك قليلة. ظلمة الموقف ده ليه؟ لأني البيضات ملهاش تعويضات. البيضات ملهاش تعويضات، تمام؟ يعني البيضة اللي بتروح مفيش حاجة تانية غيرها بتتكون، تمام؟ يعني مثلا في الجلد، لو شلنا حتة من الجلد وعملنا غرز هيحصل التئام، يعني الجلد هيعوض نفسه، وأعضاء أخرى في الجسم بتعوض نفسها، الكبد بيعوض نفسه تماما. لكن للأسف مفيش ده في المبيض، اللي بيروح ما بيرجعش. أقول لهم على مفاجأة، القلب نفسه بيرجع تاني لحالته الطبيعية. تمام. يعني تمام. ممكن القلب نفسه يتعافى. تمام. المبيض مش كده، لا المبيض ولا الخصية كده. تمام. فزي ما الخصية مهمة جدا بالنسبة للرجال، برضو المبايض مهمة جدا بالنسبة للسيدات. حافظوا عليهم، مش بسهولة ان احنا نعمل فيهم عمليات، بس اتعمل فيهم عملية لسبب او لاخر للأسف ممكن مخزون المبيض يكون قل. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن التشخيص وازاي يعني الزوجة ممكن تشك ان عندها نقص في مخزون المبيض. النهاردة هنتكلم عن العلاج. السؤال بقى مع انت عارف ان لازم احط موسيقى تصويرية عالية جدا. طبعا. هل يوجد علاج يعوض مخزون المبيض؟ هايل هايل، حلو قوي السؤال ده. هل في علاج يزود عدد البويضات؟ من المقدمة اللي لسه قايلها من 3 ثواني وربع دول. هل يبقى انا هسأل بقى حقيقة السؤال ده، هل في علاج بيزود من عدد البويضات؟ لا لا خالص. تمام. في قصة تانية، دي مش عندنا في مصر ولا وطن عربي ولا العالم الإسلامي، اللي هو التبرع البويضات. ده مش عندنا، ده عندهم. تمام. هو عندهم فعلا. ده عندهم، ده محرم وغبي، يعني ده فكرة علمية غبية. تمام. لكن احنا في مصر وطن عربي والعالم الإسلامي لا، ما عندناش حاجة اسمها بويضات تبرع، ما عندناش. فاحنا الست هي بويضاتك، هي اللي عندك قلت، مفيش بديل. يبقى السؤال اللي حضرتك طرحته ده، هل في علاج يزود من عدد البويضات؟ لا مفيش علاج للأسف يزود من عدد البويضات. طب أمال هنعمل إيه؟ دي مشكلة كبيرة. بدأت أرقى في ضهري، يعني بدأت تمام. أعمل في ضهري كده. تمام، حلو قوي السؤال. لأن أنا خايف على الست. خايف على الست، وخايف على البويضات اللي في الست، وده الأهم طبعًا. حقيقة خايف على الست شخصيًا، بس أنا خايف على البويضات اللي عند الست، تمام؟ السيدات اللي هم عندهم تأخر في الإنجاب، يعني رجاءً بس يعني ندور كده على نصيحة طبية في أماكن كويسة متخصصة، عشان نكتشف إن أنت عندك نقص مخزون مبيض عن طريق كشف بالسونار، إن احنا بنعد عدد البيضات اللي موجودة عندك، وعن طريق تحليل مهم قوي احنا قلناه قبل كده مرارا وتكرارا، اسمه AMH أنتي مولارين هرمون، مهم قوي، 3 حروف AMH، نقوله تاني كده AMH، تحليل اسمه مخزون المبيض، تمام؟ ده مهم جدا، حضرتك اعمليه في أحد المعامل المحترمة، عشان لو الرقم عند حضرتك طلع 1.2 وأقل، خلينا نقول 1 صحيح، 1 صحيح، أقل من 1 صحيح، يبقى كده في مشكلة عندك، تمام؟ حضرتك عرفت المشكلة؟ إيه هي المشكلة؟ نقص في مخزون المبيض. عرفتيها إزاي؟ بسونار عند ناس متخصصة، وبتحليل عند معامل كويسة. يلا هترجعي بقى للمكان عشان خاطر يعالج لك ده. هو المكان ده هيديكي أدوية عشان تزود لك عدد البيضات؟ لا. أمال المكان ده هيعمل إيه؟ المكان ده هيحافظ لك على الباقي قبل ما يروح منك. المكان المتخصص اللي انت هتروحي له، اللي هو مراكز رياض الخصوبة والصحة الإنجابية، ده منهم. بكرر كتير قوي في السلسلة دي، ولو تخينة تروح لدكتور أيمن. تمام. وده شيء مهم على فكرة، انها تروح لدكتور أيمن. لا هو حقيقي فعلا مهم انها تخس، برضو اي واحدة عندها عاوزة تحمل فرصة انها تخس، عشان ده بيحسن من جودة البويضات كمان. المهم فانت هتروح احد الاماكن المتخصصة عشان يحافظ لك على البويضات اللي موجودة عندك قبل ما تروح منك، قبل ما تستنزف.
مش هنمشيكي خالص المراكز الطبيه المتخصصه في الموضوع ده، مش هنمشيكي خالص في سكه المنشطات التبويض، منشطات التبويض، منشطات التبويض، والوقت يعدي ومخزون المبيض يستنزف اكتر، مش هنمشيكي في السكه دي، لا ده احنا نمشيكي في السكه الثانيه اللي احنا عاوزين نحافظ فيها على البويضات اللي موجوده عندك وننقذها قبل ما تروح مننا. نحافظ عليها ازاي؟ فاكر المثل انا قلته في اخر الحلقه المره اللي فاتت دكتور ايمن؟ المثل قلته اللي هو هي عندها شويه قرشين وعايشه عليهم وعاوزه تحافظ عليهم، هتعمل ايه؟ حل من اتنين، يا اما توديهم البنك الفلوس نفسها، أيوة، او تشتري بيها ذهب وتحط وديها. الله ينور عليك، يا اما بالظبط كده، برنامج الاقتصادي. ايوه جوه البرنامج الطبي ده حقيقي فعلا. فهو ده اللي احنا بنعمله فعلا، يا اما هنجمد بويضات يا اما هنجمد اجن. هو الافضل ان احنا نجمد اجن، بس افرض واحده مش متجوز او متجوزه ولسبب عدم الحمل اتطلقت، تمام، وهي عاوزه تتجوز تحمل تاني، طب ما عندها فرصه انها تجمد بويضات لحد ما تتجوز تاني ان شاء الله. فدي نماذج مشهور، لو نقص مخزون مبيض متجوزه عاوزه تحمل، او نقص مخزون مبيض ومش متجوزه وبرضه عاوزه تحمل. تمام، طيب خلينا بقى نتكلم في النموذج اللي هو متجوزه وعاوزه تحمل بس عندها نقص مخزون المبيض. هنلجا للحقن المكاني، مش هنلجا مباشره كده الحقن المكاني، هنديها شهرين او ثلاث شهور. هدفنا من الثلاث شهور دول حاجتين، اول حاجه ان احنا نديها فرصه انها ممكن تحمل طبيعي، لان احنا في الثلاث شهور دول مش هنديها منشطات للتبويض، اتفقنا خلاص، مش هنقعد بقى نستنزف الوقت والفلوس والمخزون في سكه فرصها مش بس ضعيفه، دي مؤذيه كمان. امال ايه هدفها؟ المؤذيه، المؤذي ان احنا ندي منشطات لواحده عندها مخزون مبيض في خطر، ده بالظبط كده. بالظبط كده. الهدف ان احنا هنديها فرصه ثلاث شهور لعل وعسى انها تحمل طبيعي، والهدف الثاني ان احنا بنديها ادويه، انا هقول اسماء علميه، مركبات حاجه اسمها دي اتش اي اي، حاجه اسمها ارجينين، حاجه اسمها كو انزايم، دي اسماء علميه مش ادويه. الثلاثه دول ادويه بتحسن من جودة البويضات، مش العدد، احنا اتفقنا العدد ما بيزيدش، بس الأدوية دي بتحسن الجودة أو النوعية بتاع البويضات. وعاوز أقول لحضرتك إن في سيدات، هو مش كتير، بس في سيدات بيحملوا في الشهرين ثلاثة دول، كله بمشيئة الله، بس لما انتظرنا ومشينا على البروتوكول لعلاج الصح جزء منهم بيحمل لا يقل عن 10%، لا ودي نسبة مش قليلة، 10-15-20% كمان، والحمد لله الحمد لله اللي بيعدي الثلاث شهور وبرضه ما بيحصلش حمل، لا ده عنده فرص حمل عالية. ازاي بقى يا دكتور؟ ده انت كنت لسه بتقول الحلقة اللي فاتت لما يكون نقص مخزون المبيض موجود، لما يكون الحالة عندها نقص مخزون المبيض وفرص الحمل عموما قليلة وفرص نجاح الحمل المجاري خصوصا قليلة. ايوه، بس لما امشي على البروتوكول القديم، البروتوكول القديم اللي هو ايه؟ اللي هو تعمل حقن مجهري تطلع بويضتين يرسوا على جنين ننقله في الرحم، لا ده طبعا اكيد نسبه نجاحه قليله. لا ده انا اخش في البروتوكول الجديد وادي كتف كده واحشر نفسي مع الناس اللي ماشيه علميا وعمليا صح، الإشري والإسري من الجمعية الأوروبية والجمعية الأمريكية. الجمعية الأوروبية عملت حاجة اسمها ART Calculator. ART Calculator كان في زمان كده قنوات اسمها ART، تمام، ده كانت عظيمة، ملناش علاقة بيها. احنا بنتكلم عن ART اللي هو Assisted Reproductive Techniques، وسائل الإخصاب المساعدة، يعني الحقن المجهري. يعني ايه Calculator؟ آلة حاسبة، تمام. أصل الموضوع حسبة أو معادلة يا دكتور أيمن، كل حالة حسب سنها ومخزون المبيض ووزنها و و و معطيات كتيره كده، بندخل المعطيات دي او الداتا دي على البرنامج اللي احنا شارينه مدافعين فيه فلوس قد كده كمان، عشان يحسب لي ان الزوجه ديت عشان تكون نسبه نجاح الحقن المجهري فيها عاليه محتاجه عدد بويضات قد كذا، وبالتالي يديني عدد اجنه قد كذا. تاني يبقى انا عشان خاطر اوصل لنسبه نجاح كويسه، للحقن المجهري، انا محتاج عدد بويضات معين يؤدي الى عدد اجنه معين. عدد البويضات المعين ده هيبقى كام؟ البرنامج ده هو اللي بيحسبه. تمام؟ طيب
يبقى الحاله لما بتيجي عندنا في مركز رياض الخصوبه احنا الاول ما بنعملش حقن مجاري على طول، احنا نديها علاج شهرين او ثلاثه عشان يحسن من جوده البويضات. في الفتره دي بيكون حسبنا لها لو وصلنا الحقن المجاري السيده دي محتاجه كام بويضه عشان نعمل كام جنين، تمام؟ عشان نجمع الاجنه. وتجميع الاجنه ده كان من مصطلح كده طلع من سنتين، كنت قلت انا وفي ناس قريته بعد كده، بس يعني كان اختراع كده حاجه اسمها امبريو باسكت. يعني ايه باسكت؟ يعني سله، سله بنجمع فيها الاجنه، تمام؟ السله دي فيها كام جنين؟ ممكن ثلاثه، ممكن اربعه، ممكن خمسه، ممكن سته. ايه ده؟ انتوا هتزرعوا للحاله ست اجنه؟ لا مش هنزرع حاله ست اجنه، بس انا لازم اكون ست اجنه عشان اسيبهم عندي في الحضانات ليوم او يومين زياده ينقسموا عشان انقي منهم جنين او اتنين، ساعتها تكون جودتهم كويسه، ساعتها لما ازرعهم في الرحم تبقى نسبه الحقن المجاري نجاحه عاليه. يبقى سياسه تجميع الاجنه عن طريق الحسبه اللي احنا قلناها دي، ولما نوصل لعدد معين من الاجنه ساعتها نسبه نجاح الحقن المجاري في الحالات دي هتكون كويسه جدا، وخصوصا لو كان عندها نقص مخزون مبيض وهي سنها قد ايه؟ صغير. يعني نسب نجاح الحقن المجاري بالطريقه دي بطريقه الامبريو باسكت، لو حساب عدد البويضات وبالتالي عدد الاجنه، ونوصل عدد الاجنه ده ونزرعهم في الرحم ان شاء الله، وخصوصا لما يكون سنها صغير، وممكن يكون المخزون المبيض قليل وسنها صغير، ممكن طبعا ساعتها نسبه النجاح لا تقل عن 50 و60% كمان. دي نسبه نجاح عظيمه عظيمه، بس بشرط ان احنا نمشي على البرنامج دوت. تجميع الأجنة يبقى على دورات مختلفة أو في نفس الدورة. في نفس الدورة مرة كده كنا في إيطاليا وعملنا انترفيو هناك، بس الكلام ده من قبل الكورونا كده، حاجة اسمها دبل ستيميليشن. دبل يعني مزدوج، ستيميليشن يعني تنشيط. يعني أثناء الدورة الواحدة بندي بروتوكولين علاج تنشيطيين، منشطات 10-14 يوم نسحب البويضات، بعدها بيومين ثلاثة نبتدي منشطات تاني 10-14 يوم نسحب البويضات. دبل استيميليشن يعني نشطنا مرتين في دورة واحدة. أو في بروتوكول تاني امبري اكوميليشن، يعني جمعنا الأجنة على دورتين مختلفتين. مش عاوز يعني أتوه السادة المشاهدين، بس قصدي أقول إن أنا عندي سلة بجمع فيها الأجنة يا إما على في دورة واحدة يا إما على دورات مختلفة عشان أوصل لعدد معين، وبالتالي نسبة النجاح هتكون عالية. أسألك على نسبة النجاح ولا هي بتتوقف على عدد الأجنة وسن الزوج، تمام؟ مختلفة مختلفة. بس لو هنتكلم في سن من 35 ل 38 على خمس أجنة في اليوم الثالث، أقدر أوصل لجنينين في اليوم الخامس، إحنا لا نقل عن 45-50%، ودي نسبة مرتفعة جدا. سيبكم من الإعلانات اللي بتيجي في بعض القنوات اللي تحت السلم يقول لك نسبة النجاح مش عارف 90%. لا ده كلام تهريجي، ده كلام تجاري. لا كلام فارغ طبعا، كلام فارغ. دي إعلانات هبلة يعني. طبعا. فبإذن الله بالطريقة ديت سياسة تجميع الأجنة، بإذن الله نسبة النجاح هتكون عالية جدا، أو يعني عالية بنسبة كويسة جدا في السيدات اللي عندهم نقص في مخزون المبيض. الموضوع دوت بالحسابات وبالدراسات والست وليه عامل نفسي سبورت بنفسي طبعا. هنا العامل الجماعي شيء مهم جدا يعني جداً. هل العامل النفسي بتحطوه في الاعتبار؟ هو العامل النفسي بنحطه في الاعتبار، وده حقيقي فعلا، والحمد لله احنا بنراعي دوت. يعني الاطباء عموما يعني عندهم الحس ده كويس، لان هم بياخدوا كورسات في الحكايه دي، تعاون نفسي مع الحالات المرضيه، وخصوصا في موضوع تاخر الانجاب والحقن المجاري. فعلا بيبقى السيدات يعني الله يكون في عونهم، الله يكون في عونهم فعلا، وازواجهم كمان يعني، بس السيدات اكتر. الحاجه المهمه الثانيه اللي هو الجزء بقى العلمي، الجزء العلمي اللي زي ما بيقولوا حضرتك البرنامج المحاسبي دوت، ده اللي مش ده يعني ده تخصص ثاني لوحده موجود، تخصص ثاني لوحده، ده من ضمن القسم العلمي الموجود، الكوميتي اللي هو الموجود، اللجنه العلميه. الشيء المهم اللي هو متابعتي للحاله. انا مش كل مره بشوف الحاله بنفسي، لكن من خلال الاستشاري ومتابعتي للحاله، وكل شهر او ماكسيمم لو كل 3 شهور اشوف الحاله عشان خاطر اراقب تنفيذ خطوات الخطه العلاجيه اللي انا حطيتها، ده بيبقى شيء مهم جدا، ويبقى هو يعني بمشيئه الله طبعا بيكون السبب ان ربنا بيكرمنا في الحاله ديت. ما زلنا مستمرين في الحوار، ولكن هنذهب الى مركز الرياض، ما يعني لواحد من مراكز الرياض عشان نشوف قصه نجاح مهمه جدا. امتعتنا.
العفو دكتور أيمن. يعني استمتعت جدا بالحوار العلمي كالعادة معك. ربنا يبارك. حوار على أرقى مستوى، لكن في سلسلة قادمة مهمة جدا انتظروها في اللقاءات الجاية مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب ورئيس مجلس إدارة مراكز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. نورت. أهلا بك دكتور أيمن، أهلا بحضرتك. خليكوا دايما مع الناس. طب سيدي عندنا هو بينزل. طب ايه بقى الكلام طالع من هنا؟ لا مش هقول كده. يا رب يا ماما تجيبي لنا. احنا لما جينا اولا احنا قعدنا سنتين بدون خلفه، فحسينا ان في مشكله، فجينا مركز الرياض وقعدنا مع الدكاتره، وقلنا الاول نعمل تحاليل عشان نعرف ايه المشكله اللي عندنا. فعملنا تحاليل الحمد لله وعرفنا المشكله تكيسات، ضعف شويه في الحمامات المنويه في الكفاءه بتاعتها وكده. احنا الحمد لله ربنا رزقنا بمريم هنا في مركز الرياض، وان شاء الله بنعمل عمليه ثانيه عشان نجيب بيبي ان شاء الله جديد عشان يبقى مع مريم يعني في البيت ان شاء الله. احنا لما جينا طبعا اول تعامل مع ريسبشن اول حاجه طبعا الحمد لله بصراحه متعاونين جدا. اي سؤال احنا بنقوله عليه بيجاوب عليه بسرعه، متعاونين قوي. فالحمد لله من اول ريسبشن لحد اخر دكتور الحمد لله كويسين جدا معانا. يعني بعد ما عملنا التحاليل رحنا في حاجه اسمها لجنه طبيه، كل واحد خدنا على حده كده عرفنا المشكله فين وايه نوع التحليل المطلوبه والخطوات اللي احنا نمشي عليها بعد قبل العمليه لحد العمليه. متجوزة بقالي 10 سنين. اللي حصل ان انا قعدت تقريبا سنتين بلف على الدكاترة، لفيت كتير بصراحة. سمعت عن مركز الرياض، كنت بتفرج على التلفزيون وكده ولقيت مركز الرياض، وصلت معاهم وعرفت الحمد لله بفضل الله ان انا اجي انا وزوجي، حطينا خطة علاج مع بعض ومشينا عليها احنا الاثنين بفضل الله. الحمد لله ربنا كرمني مريم. فكرة ان انا ابقى محتاجاهم في اي وقت، بيردوا عليا، بسأل أي سؤال بلاقي لي إجابة، يعني مفيش حد مثلا مش متعاون، مفيش حد يقول لي لا الحاجة دي ما تخصناش. بصراحة كله يعني بيحاول إن هو يرضينا. يعني أنا بحس إن من أول ما بدخل لحد ما بخرج في رضا عام، في الناس دي كلها تحت طوعنا من الآخر. يعني بالنسبة بقى للعمليات، هم أولا منظمين جدا، ثانيا في برايفسي، وده كان يهمني جدا حتة إن أنا أحس بأمان وأحس بخصوصية، دي أهم حاجة عندي. بحس إن هم فريندلي جدا يعني، وأنا قاعدة معهم في هزار في ضحك، ما بحسش بصراحة إن داخل عملية، أنا بحس إن إحنا قاعد مع أصحابي شوية وخارجة. بيمسكوا الحالة من الأول للآخر، بيعرفوا عني كل حاجة من أول ما اتولدت لحد وقتنا هذا، وما شاء الله عليهم وعلى الاحترافيه اللي هم فيها. المركز ده انا جاياه وهو يعني احنا لسه كنا بنبدا، فانا بالنسبه لي ده مش مركز علاجي ولا ان انا جايه للدكتور زي ما انا قلت، لا احنا علاقتنا ان احنا اصحاب اخوات قرايب حبايب. انا بحس كده، كنت دايما لما بشوف حالات بتصور بقول طب وانا عايزه اصور، انا عايزه ابقى زيهم، عايزه ادي للناس حافز. انا في ناس كتير قرايبي واصحابي قلقانين من فكره ان هم يقربوا من الحكايه دي، من خطه الحقن المجهري، وان هم يحطوا نفسهم تحت الموضوع ده. انا بصراحه شجعت اتنين من اصحابي وهم دلوقتي يعني ربنا يكرمهم يا رب، لما عرفت ان انا ام، دي كانت لحظه انا ما كنتش مصدقاها، لدرجه ان انا الدكتور وهو بيعمل لي السونار انا بقول له اتاكد ان هو ده حمل، يعني ده حمل فعلا. فلحظه يا رب يا رب كل مشتاق يجربها يا رب، كل واحده مجربتش الاحساس ده وتجربه عن قريب. بس والله نصيحه، تعالوا المركز هتنبسطوا جدا جدا جدا. انزلاق الغضروفي عند الستات، مشاكل الظهر عند الستات، مشاكل العمود الفقري عند الستات، والكلام لما بيكون متعلق بالست تلاقينا احنا كمعشر اطباء بدانا نركز يعني في نقط معينه لانها مرتبطه بتصرفات الست الحديثه كمان. ده غضروف، بس ده غضروف كبير بقى، ده اللي تحت ده درجه رابعه، ده غضروف خرج بره وانفجر ودخل جوه القناه العصبيه، اللي فوقيه غضروف درجه ثالثه، واللي فوقيه غضروف درجه ثانيه. يعني انا الاشعه دي فيها ثلاث غضاريف فوق بعض، من اول فقره الثالثه والرابعه الرابعه الخامسه الخامسه والعجزيه الاولى، اكبرهم اللي تحت لان اللي تحت هو اكتر واحد شايل. انا بدات احس رجليا، دي اسمها المضاعفات، دي رجليا بتتقل، البول ممكن بيسيب مني،
ما بحكمش نفسي قوي، الشبشب بيتخلع كل شوية، بكعبل في السلم. اللي بعد كده اللي بنسميه الخزل، اللي هو بقى ضعف والرجل بدأت تخس، تلاقي رجل خس عن رجل.